هو عبارة عن شركة إيفنس وسام أمير إيفنس، عبارة عن مهرجانات، حفلات، أعراس، كل شيء بيتعلق بالفن، كل شيء بالفن موجود فيه. الحمد لله أنه خولة يعني كرمال عم تتقدم، وهذا ما محبة الناس، وما بيجي أي لقب من غير تعب، وخولة عم تتعب كتير وعم تشتغل على حالها، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. كل واحد انشغلنا شوي. هلأ أنا عندي أغنية لبنانية إن شاء الله على العيد اللي حنزلها مع كليب، وخولة عندها مغربي، من بعد إن شاء الله عاملين شيء ديو قريب على بلاد الخير بنفس المستوى، وإن شاء الله ينال أعجابكم.